بتحب الرجل الشايب الشعر، بينما هي اذا شاب شعره شوي فورم تركض وبتصبغه. هلا الخبره بتلعب دور والحياه العمليه. هلا هي طبعا شغله شكليا يعني المراه، فهي بتبحث عن الخبره، بينما هي اذا شابت يعني دليل على الكهوله. هلا انا ماني شايب وبتحبني، ايه هي بالنسبه للمراه، واذا هي بدها تروح تصبغ مشان ما يتجوز عليها. هي طبيعه الدنيا هيك، النساء بحب تجمل بنفسها، اذا ما كان حلو شو بدها تكون لكان هي. يعني النسوان نكديه يعني، بس بده ينقوا، عرفت شلون؟ يعني انت بكره اذا شاب شعرك حتصبغي؟ انا ايه طبعا. ليش؟ ما بيطلع بشع. نوعيه المراه بجوز لها مثلا اهتمام بهذا الامر. الرجل قد ما تقدم بالعمر ضل وقاره نفسه، اما المراه يعني اذا تزوجت ولد الثاني يا بتشيب يا بتهروي،